اول حاجه تنظيف السي بواسطه الديسك كلينر. هتفتح على السيرش وتبحث على ديسك، فيجي لك ديسك كلين اب، هتختار السي وتضغط اوكي. بيجي لك هنا تختار الحاجات اللي انت عايز تنضفها، ارشح لك تختار داونلودد بروجرام فايل وتختار الخيارات الديفولت اللي هو جايبها لك، ولو انت مش محتاج الحاجه اللي على السله هتعلم عليها وتضغط على علامه الاوكي، تضغط ديليت فايل. تاني حاجة انك تلغي التطبيقات اللي بتعمل فيه الخلفية، ودي بتقدر تلغيها عن طريق الضغط على كلمة start وبتختار setting، او في البحث بتبحث عن setting وبتختار privacy، تختار هنا privacy وبتختار على background up، ومن هنا بتقدر تشوف التطبيقات اللي انت محتاجها والتطبيقات اللي انت مش محتاجها وتلغيها. ممكن تلغي تطبيقات كتير جدا، وده بيخفف كتير جدا من الجهاز. تالت خطوة وهي إلغاء التطبيقات اللي بتشتغل أول ما تفتح الجهاز أو الستارت أب أبليكيشن، دي عن طريق Alt Control Delete، تختار Task Manager أو عن طريق Control Shift E S C، تفتح لك التاسك مانجر، بتيجي على كلمة ستارت اب، بتشوف التطبيقات اللي انت مش محتاجها تشتغل مع بدء الجهاز وبتعمل لها ديسيبل، ودي خطوة مهمة جدا. رقم 4 تنظيف ملفات التيمب، ودي بتقدر تنظفها عن طريق انك بتيجي على علامة الويندوز وبتضغط تريك يمين وبتضغط على رن وبتكتب الكتابة دي في المية تيم وفي المية وبتضغط على اوكي وبتمسح جميع الملفات دي. بعد ما بتمسح جميع الملفات دي بتدخل مرة أخرى على علامة الرن وبتكتب تمب بس وبتضغط أوكي وبتضغط على كونتينيو وبتمسح جميع الملفات دي. رقم 5 مسح ملفات البري فيتش، تيجي على علامة الويندوز بتضغط على رن وبتكتب هنا بري فيتش وبتضغط على أوكي وبتضغط كونتينيو وبتمسح جميع الملفات دي. رقم 6 إلغاء تفعيل وضع توفير الطاقة، تيجي على علامة الستارت وبتختار سيتنج وبتختار سيستم وبتيجي على باور وسليب، بتختار باور سيتنج، بتيجي هنا بتلاقي لو انت بي سي بتختار هاي بيرفورمانس سيتنج، او لو انت لابتوب بتختار تشينج برين سيتنج وبتختار تشينج ادفانس باور سيستم، وبتيجي هنا الحاجات اللي انت شغال عليها بتخليها في وضع الطاقة تشتغل بأقصى كفاءة ليها، زي الوايرلس مثلا بتخليه ان هو يشتغل ماكسيمم بيرفورمانس. رقم 7 لو انت مش بتهتم بمظهر الجهاز وبتفضل ان الجهاز يكون اسرع من ان مظهره يكون كويس، بتيجي على علامة بي سي بتضغط على بروبرتيز بتضغط على ادفانسد سيستم سيتنج بتختار ادفانسد بتختار سيتنج، بتيجي هنا دي الحاجات الانيميشن اللي في الشاشة، فممكن تختار adjust for best performance وبتضغط على علامة الاوكي. هتحس طبعا ان الشاشة الكتابة والحاجات دي مبقاش فيها انيميشن زي الاول، بس دي بتسرع الجهاز جدا جدا. رقم 8 التغير في اعدادات الريجستري التسريع من الماوس ومن القوائم المستدعاة، بتيجي على علامة الستارت بتضغط على ران وبتكتب ريجيتد اللي هي اختصار الريجستري، بتضغط على اوكي بتضغط على يس، بتيجي هنا بتختار كرنت يوزر بتختار بعد كده كنترول بانل بتيجي على ماوس، وبتيجي هنا في ماوس بتلاقي كلمة ماوس هوفر تايم بتلاقيها معمولة القيمة 400، بتغير القيمة دي وبتخليها 10 وبتضغط على علامة الأوكي. بتيجي هنا في نفس القايمة اللي انت عليها بتضغط على الديسكتوب، بعد ما بتضغط على الديسكتوب بتبحث هنا على حرف الام منيو شو ديلي وبتخليها 10. رقم 9 إلغاء البرامج الغير مهمة في الجهاز، كل اللي عليك انك بتضغط على علامة السيتنج وبتشوف التطبيقات اللي عندك في الجهاز وبتشوف التطبيقات اللي انت مش محتاجها، ودي خطوة مهمة، وبتشوف تطبيقات اي تطبيق انت مش محتاجه من هنا زي مثلا اي تطبيق وبتعمل له انستول. رقم 10 بتفتح سيتنج بتختار سيستم
بتختار من هنا الباور وسليب، بتختار باور سيتنج، بتختار شوز وات ذا باور، بتختار هنا، بتلاقي هنا متعلم على تيرن اون فاست ستارت اب. دي طبعا لو مش متعلم عليها بتتأكد ان هي متعلم عليها، ولو مش متعلم عليها بتختار تشينج سيتنج هنا وبتعلم عليها وبتختار سيف تشينجز. رقم 11 هي الغاء علامة البحث اللي في الجهاز. دي العلامة دي بتبطئ الجهاز، وهي اصلا بتكون بطيئة جدا. في فيديو سابق شرحنا 7 ادوات مهمة للكمبيوتر، كان فيهم اداة ايفرسينج. الاداة دي بتبحث بسرعة جدا عن اي حاجة في الجهاز زي ما انتم شايفين، فالاداة دي مهمة جدا. بعد ما بتنزلها ممكن تقدر انك تلغي السيرش اللي موجود في الجهاز، وده بتقدر تلغيه عن طريق انك تضغط على رن من هنا، او بعد كده تضغط على اوكي. بتختار سيرفز، طبعا بتكتب الكلمة دي سيرفز دوت ام اس سي، وبتيجي هنا تبحث على علامة الويندوز سيرش، الويندوز سيرش دي، وبتعطلها، بتعمل لها ستوب، او بتختار بروبرتيز وبتعمل ان هي ديسيبل، وبتضغط على ابلاي. وبعد ما تضغط على ابلاي بتضغط اوكي. مباشرة لما بتيجي تفتح اي تطبيق بياخد 2 3 ثواني قبل ما بيفتح، وبيجيب لك الرسالة اللي هي بتاعت الادمنستريتور. فعشان تلغي عشان تلغي الموضوع ده بتضغط على سيرش او سيتنج، بتفتح سيتنج وبتختار يو اي سي وبتختار اوكي. بتيجي هنا تخليها على نيفر وبتختار اوكي وبتضغط يس، تكون كده اتلغت. رقم 13 بتتأكد إن التحديثات التعريفات عندك محدثة إلى آخر إصدار. بتختار الديفايس مانجر وبتتأكد إن كل التعريفات اللي هنا معرفة بشكل صحيح، أو بتعمل لها أبديت، يعني بتشوف كارت الشاشة بتخليه آخر أبديت. أهم حاجة كارت الشاشة بتخليه آخر أبديت. بتشوف البلوتوث بتحاول تنزل التعريفات الأصلية بتاعة الجهاز. 14 تسريع التصفح الملفات. لو انت بتصفح الملفات على جهاز عندك فانت بتحاول تسرعها، يعني يكون الملفات فتحها سريع جدا. تيجي على علامة السيرش هنا وبتختار فولدر اوبشن، بتختار فيو، وبتيجي هنا تلغي العلامة دي وتلغي العلامة دي. دي الصم اللي بتظهر، اللي هي الصور الصغيرة اللي بتظهر، ودي size information for folder. دي بياخد وقت فيه عشان يقول لك السايز بتاع الفولدر قد ايه. لو انت مش محتاجهم تقدر تلغيهم، وبعد ما تلغيهم بتتكة ابلاي وتتكة اوكي. رقم 15 هتفتح المتصفح بتاعك وتلغي الاضافات اللي انت مش محتاجها فيه، لان المتصفح بيستهلك مساحة كبيرة جدا من الرام. لما تلغي الاضافات دي استهلاك المتصفح هيقل. 16 هتيجي على الديسكتوب عندك او في اي مكان، وهتضغط على التكست دوكيمنت، وهسيب لك حاجات تحت الفيديو هتحطها هنا. هتحط الكتابة دي بتمسح التم اللي احنا شرحناه في اول الفيديو، وبتمسح البريفيتش اللي احنا شرحناه اول الفيديو، والهيستوري والكوكيز والكلام ده كله بتمسحه مرة واحدة بدون ما بتعمل اي حاجة. كل اللي عليك انك هتعمل منيو تكست دوكيومنتس وتحط فيه الكتابة اللي سيبها لك تحت الفيديو، وتضغط على فايل وتعمل سيف از، وتختار هنا تكتب اسم الملف وليكن اس بي ويندوز. وفي الاخر اهم حاجة هتعمل دوت وتعمل كلمة بي اي تي وتضغط سيف. هيجي لك الملف بالشكل ده، هتضغط عليه هتلاقيه تلقائي شلك كل الحاجات المش مهمة في الويندوز. 17 هتفتح الران من هنا زي ما اتفقنا، او ويندوز ار، وهتكتب فيها ms config، وهتضغط على علامة الاوكي. هتيجي عند علامة السيرفس الخدمات، وهتقول له انا، وتحذف هنا الخدمات اللي انت مش محتاجها كلها تقدر تحذفها. انا انصحك انك هتيجي هنا على هايد اول مايكروسوفت سيرفيس، والخدمات دي كلها تقدر تلغيها. رقم 18 اتأكد ان الجهاز عندك على اخر ابديت عن طريق سيتنج. هتفتح السيتنج وتفتح على ويندوز ابديت، او بتبحث هنا على ابديت، تشيك فور ابديت، وتأكد ان يو ار اب تو ديت، وبتعمل تشيك عشان تحدث الجهاز عندك الى اخر نسخة. رقم 19 الاستغناء عن التطبيقات الكبيرة في الحجم. يعني لو عندك تطبيقات كبيرة ممكن تستغنى عنها بتطبيقات تكون اخف، او حتى تطبيقات اونلاين. يعني من خلال السيتنج بتختار اب، وبتشوف هنا بتحاول ترتب
التطبيقات دي عن طريق السايز، فبتلاقي هنا ان تطبيق زي الفوتوشوب مثلا واخد 288 جيجا بايت، فده ممكن تستغنى عنه بالفوتوشوب الاونلاين مثلا، او الادوبي اكروبيت مثلا واخد 2600 جيجا، هتحاول تستغنى عنه باي برنامج PDF يكون اسرع، فهتشوف التطبيقات اللي انت ممكن تستغنى عنها بتطبيقات اخف وتستخدمها، او تستخدم التطبيقات دي نفسها بس النسخة البورتبل. يعني انا هنا مستخدم متصفح الاوبرا النسخة البورتبل، هنا مستخدم برنامج او سي سي تي النسخة البورتبل، ودي طريقة مهمة جدا ان التطبيق مش بيشتغل غير لو انت عملت له اوبن، وبالتالي ما بيستهلكش من موارد الجهاز. إيه لو كل الطرق دي ما نفعتش معاك، تقدر تعمل ريكفري للجهاز او تعمل تنزيل لويندوز جديد وتطبق عليه الخطوات دي. بس الاكيد واللي انا اقدر اكده لك ان اكيد بعد ما تطبق الخطوات دي كلها الجهاز هيبقى معاك سريع جدا. وشكرا.